السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين الهواري، وين دار ذاك الفلسطيني، وين نتكلم ونتاقد هذا لي باج تاع الجراو تاع الفيرما. مالغري ان الهواري بلاك راني في عندي مده ما هدرتش معاه وما لقيتهش وكلش، عندي مده كبيره كاع بزاف. الله غالب ورا في الخارج، الله غالب. وين نقولوا بلي دار حاجه مليحه اليوم هذا الفلسطيني اللي كشف خات عليه دروك وعاد لي تصور مع الحاج، شيه تاع الحاج، تهدر على الحاج، شيه تاع الحاج، ذاك مع الحاج. يا ودي لا، حنا كوجا زاتشي خدام، وشفنا زاتشي راه يخدم بالطريق الصحيح، عندنا راه يخدم بالطريق الصحيح، اقسم بالله العلي العظيم. نهار الاول قلنا بالك، يعني عقل درت فيديو قلت له يا سي زاتشي اختك من هذه الصحافه وامشي على الطريق اللي شفتها قدامك، ناس اللي جاوا قدامك امشي على الطريق تاعهم. قلنا بالك غادي بالك، سبحان الله، بصح ما كانش تاع بالك، حاجنا داخلين في حيطه، هذا انت داخل في حيط، واحد يقول لك محمد هذاك حيط، هذاك روشي، يقول لك لا باين صنع طريق في روشي، خلطي الطريق هاي صحيحه من انت على ما تزيد على روحك، ها الطريق منا، وانت لا تلعب قصه تاع الشاشيه الحمراء، انت لا تروح تلعب بالقصه تاع الشاشيه الحمراء، تعشي ياكل فيك الذيب. هارا تالمو هذو اللي جراو هذو وين دايما، خاطر انا داروا لي التصويره تاعي مع السيد قرباج، تلاقيت بيه في عرس تصورت معاه، كنت تلاقيت بالحاج راه وراه نتصور معاه، تلاقى بيه الناس كانوا ما تعقلوش، الناس كانوا يتصوروا في المقبره مع السعيد بوتفليقه في المقبره يتصوروا، انتوما تصورتوا مع ماكرو، هذيك انا ما تهضروش عليها. بزاف صوالح، كاين بزاف امور، كاين بزاف صوالح اللي نتوما دايرينو، بصح لا تجيب الهواري يسلم على الحاج، وكام وذاك مقلي هذاك ما سلمش على راس الحاج، ومن بعد ولا يقول لهم انا ما على باليش بيه وانت تسلم له على راسه. لا الهواري مناصر، يتلقى باللعابة، يتلقى معروف، يعرفوه اللعابة، يدي بلاصي يعرفوه اللعابة، وين راح عند غلام وراح منه ويعرفوه اللعابة. كاين اللي بالكذب يقول لهم عندي ليميرو تيليفون تاع بالماضي، اقسم بالله ما دام الله ما تاع كاع، عظم لك بالله العلي العظيم ما تاع تكذب. كلمة يهدر مع الناس يقول لهم عندي ليميرو تيليفون تاع بالماضي، يا دير اهلا انت راجل، دير مداخلة، ماشي ساويين، مشي ساويين، ديروا راهي تروح تجيبوا لنا الناس بلي بلافا. سي محمد انا كنت في عرس، عرضني خو جوار، عرضني جوار بروحو، زوج خوه عواد، زوج خوه، روحت تلاقيت بقرباش تصورت معاه، شفت هذا تاع شفت هذا كمال مقوي داير تصويره، قال لهم باش تعرفوا الحقيقه. تلاقيت خطره بقرباش في عرس، طستو قدامي، روحت تصورت معاه، تصورت تلاقيت بالسكران تلاقيت بيه تصورت معاه، نورمال بالسكران تاع الرابطه تصورت معاه، عندي تصاوير فينيك، عندي تصاوير بزاف مع تاسفا، وتصورت تلاقيت بيه مع في ليزانديلو تصورت معاه، بزاف تصاور الناس تلاقيت بيهم، دي زونسيان جوار تلاقيت بيهم تصورت معاهم، نورمال ما عنديش خلفية في راسي، بصح نتوما واحد يتصور تروحوا ديروا ليكم عامل، يعني تربحوا غاديك، تخرج فلسطيني يبهدل فيكم، ها راه فلسطيني يبهدل فيكم، قال لكم حشموا على رواحكم السي محمد، أنا قلت له تريكو سنييلي بتريكو، صاحبه صديق تاعو، والهواريكم ما صابوش فلسطيني، والله ما يديرها له. انا كيما في راسي هواريك وما صابوش فلسطيني، والله ما يقضي له كاع. اسمعوا معنا كوم، واش راكم؟ ان شاء الله لاباس، هذه تحيه كبيره عميقه، ودارها له بالصوره والصوت، جميع الشعب الجزائري والجميع الجزائريين في الجزائر وخارج الجزائر وفي كل مكان، تحيه خاصه للجزائريين.
أنا فلسطيني من قطاع غزة ومناصر متعصب جدا للمنتخب الجزائري، وعندي أصدقاء جزائريين لا بأس بهم، يعني الحمد لله رب العالمين، هذا فخر لكل فلسطيني أنه يكون عنده أصدقاء جزائريين. كما الجزائري يفتخر بالفلسطينيين، كمان الفلسطينيين يفتخروا بالجزائريين. الموضوع ما فيه موضوع بسيط جدا، أنا أصدقائي مقربين من المنتخب الجزائري وبيطلعوا مع الماتشات ومباريات المنتخب الجزائري، بيسافروا معهم يتابعوا المباريات، ألتراس المنتخب الجزائري، منهم عصام علمي، كادي ألجيريا، خالد مزهودي، يوسف صائب برضو كان صديق عندي، وعندي صديق يعني خاص بشل، يعني صديق أنا بحترمه جدا وبعتبره راجل، هواري فيانك، هو من ولاية وهران وعنده صفحة على الفيسبوك اسمها 14، كان فيه تصفيات لأمم أفريقيا، وكان المنتخب الجزائري مسافر يلعب مع اللي هو منتخب سيشيل في تصفيات أمم أفريقيا. في هذاك الوقت كان الرئيس الاتحاد الجزائري السيد محمد الوراوة، وطبعا طلبت منه يعمل لي قميص موقع من نجوم المنتخب الجزائري، من فيغولي ومبولحي ورياض محرز، وكذلك من رئيس الاتحاد الجزائري. الراجل كان على معارضة للاتحاد الجزائر ولا الاتحادية كلها ولا محمد الوراوة، وقال لي والله أنا معارض، يعني أنا ما منقدرش نعمل هذا الطلب، لكن تحت ضغط مني أنه أنا فلسطيني، يعني أنت لازم جزائر وتقول أنك تحب فلسطين، فاخدمني وعمل لي قميص موقع. فيعني تحت ضغط مني الراجل ما حبش يكسر خاطري وعمل لي قميص موقع من رياض محرز ومن فيغول من كل النجوم، كتب عليه اسمي، أنا اسمي والو شاح من فلسطين من قطاع غزة، كتب الرجل عليه اسمي وكتب تحتيه فلسطين وقطاع غزة، تمام، وتصور عمل القميص هدية نورمال مع اللاعبين ومع السيد محمد الوراوة بناء على طلبي، تمام، وما زال القميص يعني في الجزائر والله ما وصلني لليوم، يعني صار الأربع سنوات عند كادي والله ما وصلني. المهم أنا من المتابعين للمنتخب الجزائري وأخبار المنتخب الجزائري، نقلب في صفحات الفيسبوك ونقلب في الأخبار الرياضية الجزائرية، نلاقي ناس كتير يعني كاين عباد بزاف تهاجم الراجل انه انت محسوب على محمد الوراوة وانه انت في يوم من الايام كنت تتبع محمد الوراوة، تمام. انا بس نحب نقول شغل انه هذا الرجل هواري لما نعمل هذا القميص الموقع عمله بناء على طلبي لجال انه انا فلسطيني، لاجل ان انا فلسطيني، ولو ما كنت فلسطيني ما عمله، بس هو لانه بيحب فلسطين وعنده انتماء لفلسطين فحب يخدمني هذه الخدمة اللي اي واحد يتمناها، يعني اي واحد جزائري او فلسطيني يتمنى يكون عنده قميص موقع من رياض محرز من نجوم المنتخب الجزائري، هذا شرف وفخر يعني. فأنا تفاجأت أثناء متابعتي لصفحات الفيسبوك وصفحات الرياضة الجزائرية أنه ناس كتير بتهاجمه، يعني ناس كتير بتشتمه وبتغرف عليه وتقول له أنه أنت كنت في يوم من الأيام تابع لمحمد الوراوة أو رئيس الاتحاد الجزائري السابق، وأنه فهذا الإشي عيب، يعني عن جد أمر مخجل، والناس اللي تعمل هيك والله راها ما تحشم، يعني راكم ما تحشموا، تبهدل ديروا في تبهدل الناس تعاير فيكم وتحت ضغط مني تروح تحكوا على الرجل كلام مش كويس وتحسب الرجل على محمد الوراوة، الرجل لا علاقه له لا بمحمد الوراوة ولا بالاتحاد الجزائري لكره القدم. والله لا عيب عليكم، بنادم راح روندا سيرفيس الفلسطيني يسيب تصاويره، الناس على بالك ذا فلسطيني على حساب ما راه يهدر متابع المنتخب الوطني الجزائري، ومن عنده الحق يقول لك انا محرز انا منا وكاش اللي ما يبغيش محرز، ثروك تكرهوا الناس للجزائر على بالك، الفلسطيني كيما كره على بالك يكره على بالك، يقول لك بنادم تصور لي دار لي منا اسماوة تاع اللعابه روندا لي سيرفيس تيسيب روحو على بالك، هذا الفلسطيني على بالك يولي دروك تبان لي يولي حشمان من الهواري، هكا حشمان يقول لك يا ودي انا درت له مشكله، حتى خرج هدر تما تحشم من الهواري فانيك حشم، قلت ما كل شغل زيرت الهواري دار لي روندالي سيرفيس ومن بعد الهواري ولا مشي مليح، هذو باغي يردوا الناس مشي مليح، هذو اللي يكشفهم يردوه كذاب، احنا على بالنا ونعرفوكم الحمد لله يا ربي نعرفوكم باللي انتوما الجميع اللي يقول الصح تكذبوا خاطش على الحقيقه، نجيبو لكم صوالح مخيطين ما كاش الهضره، كي نجيب لك حاجه مخيطه ديها البس المشتره هي خما تضربك العقرب حاره، يتخلوا تخلوا فانك فلسطيني فانك دخلتوا فلسطيني فانك في اللعب، عيب عليكم على بالك،
يا واد يحشم على روحه صاحبي نورمال فلسطيني شعرف كبير، احنا ماذا بينا واحد هكا فلسطيني واحد هكا يبغي الجزائر يراسلك يقول لك ارسل لي حاجه تاع الجزائر، كوب تاع الجزائر، باكياري تاع الجزائر، قرعه ليمونه تاع الجزائر، تفرح. هو تما واحد متصور تما غير تصور مع الحاج عدو، يبالكم باللي عدو انتوما الله يهديكم.